السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل هو لتشييع الناشط المدني الشهيد علي نجم اللامي الذي تم اغتياله في بغداد على يد ميليشيات الآن منتشرة في كافة المحافظات العراقية، ميليشيات معروفة للجميع تغتال الناشطين وتستهدفهم. كل شخص مؤثر بالمظاهرات العراقية هو مستهدف وهو هدف لهذه الميليشيات من أجل اغتياله أو اختطافه، وهناك أرقام كبيرة تتحدث عن اغتيالات وعن خطف أعداد كبيرة من الناشطين المدنيين الموجودين في المظاهرات الآن. طبعا في نفس الوقت تزامنا مع حالات الاغتيال المستمرة والخطف، تقف القوات الحكومية عاجزة عن التدخل أمام هذه الميليشيات وفرق الموت المنتشرة، بل ربما كما يقول البعض هي متواطئة فيما يحدث من اغتيالات وخطف للمدنيين المتظاهرين باعتبارها أنها المسؤولة عن توفير الحماية لهم ولا تستطيع ذلك. بغض النظر ما هي الأسباب، هي متورطة أو هي مسؤولة أو تتحمل مسؤولية ما يحدث للمدنيين المواطنين السلميين المتظاهرين الذين الآن يتواجدون بأعداد كبيرة في ساحات التظاهر في مختلف المناطق والمحافظات العراقية. طبعا تستمر الدعوات لمزيد من التحشيد والتظاهر بطريقة طبعا سلمية من أجل إسقاط النظام، هذا هو المطلب الرئيس للمتظاهرين. في نفس الوقت هناك إدانات دولية للقمع الحاصل والمستمر من قبل القوات الحكومية، من قبل الميليشيات وكذلك القوات الحكومية التي تستهدف المتظاهرين. يبقى السؤال، ما قيمة هذه الإدانة وما تأثيرها في ظل ما نراه الآن من قمع مستمر؟ هل هذه الإدانة كفيلة بإيقاف الاستهداف المستمر للمدنيين للمتظاهرين؟ هذه الدول العظمى، الدول الأوروبية، الدول العالمية التي تخرج ببيانات إدانة واستهجان واستنكار، هل ما تخرج به كفيل أن يوقف نزيف الدم العراقي الحاصل الآن في الداخل؟ هل كفيل بأن يسقط هذا النظام؟ هذه الدول عليها أن تتحمل مسؤولية الأرواح التي تسقط الآن في الشوارع في ظل دعمها وموافقتها الدائمة والمستمرة لحكومات ما بعد الاحتلال، وبالتالي هي تتحمل مسؤولية أيضا أن تقف مع الشعب في ظل مطالبته بالخلاص من هذه الأحزاب الحاكمة وهذه السلطة التي استمرت في حكم العراق ل16 عاما، نحن ندخل الآن على العام 17، بطريقة فاشلة فاسدة كما يصفها المتظاهرون. من معنا الآن؟ السيد قيس من الأنبار، تفضل. قيس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي ثوار ساعة الاعتصام، وأقول لهم إحنا الله وياكم والله يبارك فيكم وجهودكم. نعم. وإن شاء الله إن شاء الله انتفاضة، إن شاء الله هي الانتفاضة الأخيرة. إن شاء الله الأحزاب صار لها 16 سنة أحزاب بالدعوة، يعني هسه أنت تنظر الأمريكا بس الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري والديمقراطي. نعم. مش معنى العراق نزل 40 حزب، يعني هاي وكل الأحزاب تابعة للعراق، ولا حزب من العراق. نعم. يعني المناطق الغربية ولا حزب. ليش المناطق الغربية؟ ايش معنى يعني؟ مناطق الغربية ولا حجب، لأن الناس يمشون بكتاب الله وسنة في محمد صلى الله عليه وسلم. زين؟ وايش معنى يعني 40 حجب ينزل؟ يعني هذا يعني هذا جرم. والأحزاب جابت انه الاختطاف والقتل والتشريد يعني بالمناطق الغربية، يعني صارت من المناطق الغربية صار ضرب الموصل وضرب الانبار تابعناها وظهر خلف هذا الشيء ايران وايران، وهسه السيناريو يدور على المناطق الجنوبية. زين؟ و
وهم نفس الطريقة اللي بيها جرائم ضد المناطق السنية هسه ضد نفس السيناريو يعيدوه على المناطق الشيعية. زين؟ جريمة، جريمة لا إنسانية ولا أخلاقية. التظاهرين والاختطاف والقتل قامن جابها؟ يعني بالنظام السابق كان اكو هالشيء، كان اكو قتل واختطاف. وضحت فكرتك يا قيس، اشكرك، كنت معنا من الانبار. معنا الدكتور ابو الحسن من بغداد، تفضل يا دكتور. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا، حياكم الله، تفضل. اسمح لي ان احيي الشعب العراقي. نعم. هؤلاء الابطال الثوار، نعم، وفجروا هذه الثورة العظيمة، الثورة الشعبية العظيمة، ثورة تشرين. وأي قناة رافدين منبر ثاني. نعم. تجسد صوت كل العراقيين. وبهذه المناسبة، نعم، أود أن أطمن الشعب العراقي بأن العملية السياسية والطاقة السياسية تلفظ أنفاسها الأخيرة. نعم. تلفظ أنفاسها الأخيرة. وقد استنفذت ما لديها. بعد أن سرقت البلاد على مدى 16 عاما. نعم. وقتلت أولادنا وما زالت متشبثة في السلطة دون أن تعلم بأن الثوار ينظروا إليها باحتقار وازدراء. هل هي فعلا لا تعلم ذلك؟ بوصفها طبقة سياسية عديمة الإحساس بالشرف. هل هم من في الحكم عديمة الآن الإحساس لا يعلمون بالحياة؟ نعم دكتور، هل من في السلطة الآن لا يعلمون أن الشعب ناقم عليهم، غاضب منهم، لا يريدهم، يصفهم بالأوصاف التي تفضلت بها؟ والله من الغريب أن أجد طبقة سياسية بهذا الانحطاط وعدم الحياء والتغاضي عما تسمعه في ساحات الشرف في أول تشرين الواحد من الثورة، اليوم الأول من الثورة. الشعب قد رفع شعار إسقاط النظام. نعم. وقال لهم ارحلوا ايها اللصوص، ايها القتلة، ايها الذيول، لقد حطمتم بلادنا وطمستم هويتها الثقافية والعربية. دكتور ابو الحسن، اود ان اسالك، وان الاوان اذا سمحت لي. وان الاوان. نعم دكتور ابو الحسن، الآن في ظل ما نراه من قتل، عمليات اختطاف واغتيال لناشطين مدنيين، ومجازر ترتكب ضد المتظاهرين السلميين في الشوارع، تسعى هذه السلطة الآن إلى تعديل قانون الانتخابات، وكان المشكلة في العراق تقف عند قانون الانتخابات. يهملون الدماء التي تسيل في الشوارع ويعقدون جلسات برلمانية يناقشون فيها قانون الانتخابات وكيف يمكن أن يعدل، طبعا من وجهة نظرهم. هذه السلطة بأي منطق تعمل؟ بأي منطق تسير وهي ترى الشباب في الشوارع يسقطون، مجازر ترتكب وهي تعقد اجتماعات برلمانية للحديث عن قانون انتخابات، وكأن الانتخابات كانت هي المشكلة الوحيدة في العراق؟ حقيقة أنا لست ممثلا لهذه التظاهرات ولا ناطق رسمياً عنها، ولكن حينما ظاهرين وبين ثوار
نعم. أسمع ما يسر بأن ثواره قد عقدوا العزم على أن يقودوا العراق خلال تأسيس دولة مدنية ديمقراطية. نعم. لا مكان لهذه الأحزاب الفاسدة، بل الأكثر من ذلك أن الثوار قد اقتربوا من عقد مؤتمر وطني نعم. تنبثق منه حكومة انتقالية نعم. تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية ترسم خارطة الطريق للثورة نعم. وتأشير ملامح العراق الجديد، وإن هذه الحكومة الانتقالية ستنبثق هذا المؤتمر الوطني. نعم. وندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية للوقوف إلى جانب الشعب العراقي. نعم دكتور أبو الحسن من بغداد، أشكرك. الذي يعتبر الكتلة الأكبر. نعم. وإن أي حديث عن الكتلة الأكبر وعن قانون انتخابات أو عن حكومة موقتة من قبل هذه السلطة الفاسدة، نعم، هذا مرفوض من كل الثوار في الساحات. شكرا جزيلا لك دكتور أبو الحسن، كنت معنا من بغداد. سيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أما بالنسبة للدول اللي قاعد تتكلم يومية تقول هل قد متظاهرين ماتوا وهل قد شهداء وهل قد هذه، بس ما شفتها فد يوم حققوا لا حققوا فد مبدأ ولا قاموا فد عمل ولا شجع ولا تدخلوا في هاي المأساة الموجودة عندنا بالعراق. كلهم متفرجين، مجرد بس انطلاق كلام. هل حتى هيئة يعني ماكو أحد يساعدنا، الكل متفرجين. أمريكا تقرر هل قد شهداء وما يصير، هل قد على المسؤولين ما يصير يذبحوا الناس. وفلان دولة هشيقات وفلان دولة بس يقولون المفروض يدخلوا. وين هيئة الأمم المتحدة؟ وين الحقوق الإنسان؟ وين العالم العربي؟ وين العالم الإسلامي؟ اش ما حد يتدخل، واحنا شهدائنا هذا اللي يختطفوا، هذا اللي يموتوا، هذا يقتلوه، وخاصة مثل شايف المجرمين بالليل يطفون الأضواء ويهجمون على هالمتظاهرين السلميين اللي هم شايلين العلم. بس هذا لما هم جبناء ما يسوون هالشكل، يضربهم بالرصاص الحي. السام وشبابنا شايلين العلم وحده والله وياهم، واحنا نقول يا رب العالمين، هو ناصرهم رب العالمين. نعم. وينصرهم ان شاء الله على هالمجرمين الموجودين. وهباء منثورة ايران واللي جابت ايران وهالسلطة الحاكمة. وبعدين بالاضافة الى هذا، يعني انا اتعجب قاعدين البرلمانيين يحجون بالانتخابات. اي انتخابات تحجون بيها؟ اي انتخابات؟ هو من يريدكم انتم حتى تحجون بالانتخابات؟ ويحجون برئيس الوزراء، منو ينتخبون؟ المن يا رئيس وزراء؟ يعني هم الضادي، ولا كأنما هذول البشر موجودين بالساحة ببردها وبحرها وبجوعها وبقتلهم وظلمهم، ولا هاميلهم أي أهمية. يعني المفروض هسه، المفروض يعني أنا أقول المفروض هسه هنا
شبابنا يصير عندهم فرد قائد وينتخبوا لهم واحد نعم. بالصفات الجيدة، وحتى يمارسون العملية السياسية الصحيحة في البلاد وينتخبون رئيس الوزراء هم، نعم. وهم يكون لهم الحق البرلماني الأصيل. وأنا أشكرك. شكرا أم زهراء، كنت معنا من بغداد. أبو زهراء من العمارة، تفضل يا أبو زهراء. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ مبارك القناة الموقرة، قناة شريفة ونزيهة. حياكم الله. بارك الله فيك، الله يسلمك. أنا أكو شيء يلفت جيب أمرك. الحكومة تدري ولا إلها عنصر بالشعب بالمية ولا يريدها، والشعب طالع عن يزيلها عن قبل. القمة هاي مال سياستهم وامرهم ورئاساتهم الثلاث رافضها الشعب. هم جاي يوجهون قرارات ويردون وزراء ويقررون، يعني هذا امر عجيب. انا استاذ نعم احد ما يريدني، انا شكو بعد اريده غير ارحل من عده امشي من شنو معنى الكلام انه دي يدورون على بديل لرئيس الوزراء وده يحاولون يعدلون قانون؟ يعني هؤلاء السياسيين هل يمكن، أو هذه الأحزاب هل يمكن أن تخرج بشخص يقبل الشعب في ظل التجارب السابقة وتاريخها على اللي سوته بالعراق؟ أستاذي العزيز، لو كان وجود الثقة تفضل. لو كان وجود الثقة بين الشعب والحكومة، أكو طريقة للثقة، أكو مسؤولية للثقة والمصداقية بينهم، هسه هاي لا مانع. لكنه إحنا ما عندنا ثقة فيهم بالمية واحد ما عندنا ثقة فيهم. هذا الجانب الثاني، ولا حكومة العراق كلها إلى دويلات، إلى دول مجاورة، وهذا الولاء يخرب، لا يخليه يعمر شارع ولا يخليه يعدل المؤسسة. مشروع التربية يمشي مساره يكون بالجهة الصحيحة والمطلوبة. نعم. كلهم ملاءاتهم إلى دول. نهائيا 16 سنة كشفنا ما أمرهم وعرفنا. هسه هذا انتهينا من عنده. هاي الشباب اللي ماتت بها 600 700 شاب. نعم. يعني هو قاعد تسمع لأخوي مرتاح. لكن ما يدري الشعب هذا الصريح الان وياه سياسه، ولحد الان الشعب تسمح له ما متصور حكومه. يعني ما يتصور في يوم من الايام هذا الشعب اللي يمسك سلاح احسن من الحكومه، احسن من سلاح العده. نعم. يعني انا تعجبت لما صعدوا بجماعه الاحزاب وكتلوا ذول المتظاهرين، شفت أطمال بنية مزينينها، يعني ذولا ما يخجلون، ما يستهون مثلا. طيب أبو زهراء من العمارة أشكرك للمشاركة. أبو علي من ديالة تفضل. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا أريد أوجه كلمة لهذا عزة الشعب أندر، يعني ينتقد المتظاهرين، يقول المتظاهرين وصفهم باللواطة، وصفهم أوصاف كثيرة، نعم، أوصاف بذيئة كثيرة، نعم. زين، أقول للمتظاهرين هاي أفعالهم، لو أنتوا الجيت مرتزقة وذيول للإيرانيين وتبعيات، زين، أقول هذا الإنسان العايش أهله وعائلته ونايم بالمطر والطين وبرد وحار وقضاها، هذا الإنسان الشريف هيجي، لو أنتوا البكتوا مال الشعب، بس تفكيركم بس مجرد سجون وملاجئ وقتل واسلحه، بس هاي تفكيرات ببالكم. زين، اسلحه افضل، يعني افضل شيء مواد غذائيه ما قدرت توصل للشعب العراقي. زين، واقول لاهل الناصريه والمحافظه ديالى والباصره وكل العراق، اقول لهم دير بالكم اكو شيوخ، احنا نعرف من محافظه ديالى ونعرف اكو شيوخ جاي يتوسطون لهذا جميل الشمري، هذا سفك دم الناس قتلهم، جاي يتوسطوا له في سبيل جاي يجملون السلطة بأنه هذا إنسان وطني، هذا إنسان يعني إنسان فاسد فدنه. نعم. يلبالكم من هاي الملاحظة.
زين، وهاي الاحزاب الايرانيه ان شاء الله ما تهز الشعب العراقي ولا خش ان شاء الله. وانا اشكرك. شكرا يا ابو علي من دياله، معنا ابو احمد من النجف، تفضل يا ابو احمد. حياكم الله. اهلا وسهلا ابو احمد. حياكم الله وحيا الله قناتكم الصامده الشريفه. الله يسلمك، حياك. تحيه من مدينه النجف الى كل اهل والمقدم. نعم. ابدا كلامي ومداخلتي بهذا البيت. تناهض الخوف الإنساني لما راوا نحوها نهوضي. انا اقول ومن هذا المنبر الحر، منبر الرافدين، نحن بعد ما نعول على هذه السياسيه الفاشله بكل كتلها وبرلمانها، هؤلاء اقزام، انا اقول لابناء شعبي هذه الاغتيالات وهذه لجان التحقيق الوهميه والكاذبه، اخي اسيادهم في ايران وفي واشنطن، نحن الان كنا ودركنا اللعبه، هؤلاء اقزام بكل مسمياتهم بكل تفاصيلهم بكل احزابهم، هؤلاء لن يستطيعوا ان يزيدوا الا سفك الدماء. اغتيال فلان، هؤلاء محترفون بالقتل، هؤلاء محترفون بالدس الدسائس، هؤلاء تاتيهم التعليمات من قاسم سليماني، حزب الدعوه، مجلس الاعلى، التيارات العصائر. تعتقد يا ابو احمد انه هاي الوسائل اللي دي تتبعوها باغتيال وخطف الناشطين والمتظاهرين ستؤثر على الناس، تاثر عليهم، تضغط عليهم او تخوفهم من الوجود بالمظاهرات؟ هذه الاغتيالات لن خلاص، الناس اخذت عهدا على نفسها بان اما نحن اما الاحزاب. 2000 اخي، انت لا موجود في النجف، في النجف الناس بدات تقول اذا ما نخلص منهم اليوم النوب راح يقتلون ولدنا، يلقونا مصيبه النوب، خلي احتفل مصيبه النوب يذبحونا. اخي العزيز، هذه الاحزاب الان بدات تستخ الترهيب بالاغتيالات بالتهديد. انا اقول لهم لا تتعبوا ولا اتركوا هذه الشغله، لان سنحققكم في الان وسنلاحقكم في اوروبا. انا اطمئنكم يا احزاب مهما تقترفوه، واقول لعملاء الاحزاب سنقيم عليهم دعوه في اوروبا، واقول لك معلومه خطيره، سنلاحقهم ايران. هذا الكلام سيعرفون ما اقصد في ايران. شكرا ابو احمد، كنت معنا من النجف. ابو راشد من عمان، تفضل يا ابو راشد. تحيه لك المشاهدين المحترمون، حياك الله. في دول العظمى كفرنسا وبريطانيا والمانيا واسبانيا تدخلت في المظاهرات، طبعا تلقين الحكومه العراقيه ضد المتظاهرين، ولكن قرار يتخذ لحد الان اتخذ في مساله اليمن ومساله مصر ومساله السود، قرار في مجلس الامن بخصوص العراق ليش؟ وهو محتمل لحد الان القوات الامريكيه على العراق، فما هو يدل انه تعاون مع الشعب العراقي. ابو راشد شكرا لك، كنت معنا من عمان. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. I'm not too worried.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. شاهدتم هذا المقطع، مقطع يحمل الكثير من المعاني. هذا الشاب يعاني من هذه الإصابة، إعاقة بقدم أو ساق مقطوعة، فاقد لساقه، لكن لم يثنه هذا الموضوع على ارتداء العلم العراقي والتواجد في ساحات التظاهر لمساندة ومؤازرة إخوته وأشقائه المتظاهرين الآن في الساحات. يحمل الكثير من المعاني هذا المقطع الإصرار والرغبة بالتغيير، الرغبة الواضحة بأن الإعاقة لم تثنه عن الحضور إلى ساحات التظاهر وتقديم الدعم والمساندة بأي شكل كان، بالكلمة، بالحضور، بالتواجد، بتقديم ربما إسعافات، مساعدات طبية، بتقديم طعام، أي شيء. مجرد التواجد هو دعم ومؤازرة للمتظاهرين والثوار في ساحات التظاهر. هذا شيء جميل جدا أن نراه من الشباب العراقي الواعي الذي أثبت عكس كل التوقعات التي كانت متداولة قبيل هذه المظاهرات، حتى أن ما تفعله الأحزاب أو ما فعلته الأحزاب منذ الاحتلال وحتى اللحظة أثر على الشباب بإدخالها للمخدرات، مفاسد كثيرة، لكن شباب العراق أثبتوا أنهم بعيدون كل البعد عن هذه التأثيرات الخارجية التي جاءت مع أدوات إيران وأدوات الولايات المتحدة إلى العراق، بل بالعكس هم قادرون ولديهم الوعي الكافي للتغيير. خرجوا من أماكن لم يكن ليتوقع أحد منهم أن يخرجوا منها، وأثبتوا للجميع أنهم يريدون تغييرا حقا ويريدون إصلاح هذا البلد بشكل صحيح، بغض النظر عن كل الجهل والأمية والفساد والمفاسد الكثيرة التي جاءت بها حكومات وأحزاب ما بعد الاحتلال. هذا إثبات جميل وتأثير كبير حقيقة من هؤلاء الشباب على البلد بشكل عام، ونتمنى طبعا مزيد من الدعم والمؤازرة لهم، لأنهم بحاجة جدا كبيرة إلى مزيد من الدعم والمساندة. نقرأ بعض الرسائل مشاهدينا الكرام. السيد عماد فيصل من الولايات المتحدة يقول: تحية لقناة الرافدين الوطنية، تحية الصمود والبطولة لثوار العراق، وإلى الأبطال في ساحة الوثبة وكل ساحات العراق، والخزي والعار للميليشيات المجرمة التي تسفك في دماء الأحرار، والنصر قريب والرحمة لشهداء العراق. رسالة تقول: السيد أبو حاتم من الموصل يقول في نهاية الرسالة: أعتذر عن طولها، وأنا أيضا أعتذر عن عدم المقدرة على قراءتها بشكل كامل يا أبو حاتم، لكن سأقرأ منها جزء. يقول: تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. حقد الفارسي والفرس للعرب أو على العرب والعراق دفين، والعراق خاصة يمتد إلى 1440 سنة بعد القادسية الأولى يا عرب، واليوم العراق أصبح ساحة صراع وتصفية حسابات للعالم، وخرج أبطال العراق بالتظاهر السلمي الحضاري في العراق أمامكم مطالبين بحقهم الوطني والهوية العراقية العربية. رسالة تقول: السلام عليكم، ألف تحية لقناتكم البطلة الوطنية صوت الشعب والحق، وألف تحية إلى أبطال ثورة تشرين المباركة، والرحمة والخلود لشهدائها الأبطال والشفاء لجرحاهم، وفك الله أسرى المعتقلين، النصر حليفكم بإذن الله. رسالة تقول: تحية تقدير وإخلاص لقناتكم المخلصة الثائرة علاء النشمي من النمسا. يقول: لقد حدد المتظاهرون شروطهم لاختيار المسؤول الأول عن العراق، وليس هناك أي خيار سوى الانصياع لهذه الشروط المنطقية، بلد فيه رئاسة دولة وليست جملة أحزاب متخبطة ومتحكمة بشؤون العراق العظيم. يا شعبي الجبار، لقد قلت كلمة الحق لأنك على حق وإلى الأمام. إيمان النشمي من النمسا أيضا تقول: السلام عليكم، ألف شكر ومحبة لقناتكم الراقية، كل ما يقومون به من أجرام هؤلاء المجرمين برقبة المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة التي استهانت بدم شهدائنا الغالية ربنا ينصرهم رغم أنوف كل هؤلاء. رسالة تقول: السلام عليكم، تحية لقناتكم البطلة صوت الحق وصوت الشعب العراقي الحر. أخي محمد، أقسم بالله عصابة الغبراء تعيش أيام صعبة وتعيش أيامها الأخيرة وحزمت حقائبها للرحيل، وهناك مشاكل كبيرة وانقسامات بين الميليشيات وعصابة الخضراء، بإذن الله النصر قادم. أحمد عبيد الدليمي من نيويورك، شكرا لك.
طيب سنأخذ بعض الاتصالات ثم نعود مرة أخرى لقراءة الرسائل. معنا السيد وليد من الفلوجة، تفضل يا وليد. وليد وليد، أول شيء نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. أي نعم، تفضل يا وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وليد صوتك غير واضح. احترام إلى الثورة العراقية الثلوجة. نعم، سائلين الله الرحمة والمغفرة لشهدائنا. نعم. بالنسبة للحكومة، حكومة طائفية إيرانية بالسياقات الدولية العراقية، بلد مثل ما يقول يعني منهار تعبان إلى آخر الحدود. نعم. لا هي حكومة، لا هي ميليشيات، لا هم شعب، هم أبناء شعب، حكومة إيرانية كل شيء ما مستفادين من عندها. يعني هم صار لهم 16 سنة بالحكم، يعني العراق كل سنة ينتبهون يلتفتون إلى محافظة يكون محافظة يوفرون الأمن والأمان بها. هسه العراق خليج من الخليج بعد. نعم. يعني هو النهب لهم. يعني هاي المظاهرات الاطفال، هاي الشباب، ترى الشباب يعني هاي كليتها من تطلع وتحكي عنكم كرامه، يعني عادل عدل، يعني هذا الحكي كليته ما اثر به كرامه. يعني من الله ما خاف، من بشر ما استحى، من العرب استحى، من زوجته ما استحى. يعني العالم على الاعلام تحكي عليه وانتهبه على مود سلطه وعلى مود كرسي. نعم. فأقول العادل نهدي، أنا ابن يوم، أنا ابن الشجاعة والكرم عنواني، أصدر ديوان وأصدر القوم، ما فرست يميني ولا اختصاص، أنا ابن الفشك للمرجلة عنوان، وقت الكسر عنواني، أنا الحمية ساعة الخوف، يا ما تعرف. تحية لكل كادر قناة الرافدين. حياكم الله. حياكم الله يا وليد، شكرا جزيلا لك للمشاركة. نقرأ أيضا رسائل أخرى. رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد، يبدو أن ملامح تشرين يرسمها شباب العراق الواعي الساعي الطامح لنيل الحقوق وإعادتها وإسقاط رموز العملية السياسية وإيجاد الوطنيين لحكومة إنقاذ وطنية ذات كفاءة بعيد عن المحاصصة الطائفية وكل أشكال الفساد. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم أخي، تحياتي لقناتكم الشريفة. الظلم ميدوم ودم الشهداء لم ولن يذهب سدى. رسالة تقول: أيتها الميليشيات العفنة، كعادتكم انتهشتم أسلوب الغدر الفارسي، لا تجرؤون على مواجهة أبطال العراق، ألا تبت أيديكم، قريبا سينظف العراق من قذارتكم وريحكم النتنة. أبو أوس من تركيا، شكرا لك. سعد من السعودية، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في هذه القناة المباركة. حياكم. وأنا والله أضم صوتي لصوت الأخ اللي تو قبل المتصل الأخير. نعم. اللي قال إنه في ربكة وارتباك وهذه العصابة انتهى أمرها. شكرا والله أبطال العراق. والله العظيم يا أخي صراحة الحمد لله كل الأمور تسير على ما قالوا هذول الشباب. والله إن شاء الله يوفقكم. نعم. وينصركم إن شاء الله على هذول العصابة والأعداء هذول. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا سعد. رسالة تقول: السلام عليكم، يبدو أن حكامنا ينظرون إلى ثوار تشرين كما ينظر البير كامي الفرنسي الأصل جزائري المولد والثقافة. يوم قال في اللحظات الأولى لثورة التحرير الجزائرية عام 54 أن الاستقلال الوطني للجزائر هو رد فعل عاطفي بحت عن الأوضاع أو بحت على الأوضاع، وهو القائل عام 58 أن الفرنسيين سكان أصليون في الجزائر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عفوا، وهو قائل أيضا
ليس هناك أمة جزائرية، هذه هي رواية الفكر التسلطي دوما، لذا فكل ما يبدر من حكام سوق مريدي في العراق اليوم لا يخرج عن هذه القاعدة، فالأصالة عندهم مفقودة وهم في أصلاب آبائهم. دكتور ماهر الحمداني من بغداد، شكرا يا دكتور ماهر. من معنا الآن؟ أم فهد من بغداد، تفضلي. أي نعم، أي شكرا، حيا الله قناتكم الطيبة. كل الهلا يا أم فهد. إن شاء الله إن شاء الله يتحقق النصر بعون الله على الزوجة الفاسدة. وإحنا نعرف إيران إنه هي إيران ما تحبنا، اللي جاب إيران هو أمريكا جابتها ونصبتها علينا، صح ولا لا؟ وحارت سوت بينا وكل شيء سوت، كل شيء سوت، وإحنا ساكتين 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 ساكتين. بعدين انفجرنا، بعد ما نتحمل 16 سنة أخير شيء قامت كل الحقوق، العالم كلها اتجهت إنه حقوقها كلها مسلوبة. نعم. النفط مالتنا وخيراتنا بدها تطلع برا، صحيح؟ نعم. وهسه كل هذا القمع والقتل، كل هذا القمع والقتل، مدى يعني أمريكا مدى تحرك ساكن؟ ليش؟ لأنه هي جابتها ونصبتها بهذه الحكومة، ومتفقين اتفاقية أكيد، لأنه ماكو يعني واحد يطلع يقول أنا أريد وطن أريد حقوق ويقتلوه بالرصاص، زين؟ يعني إحنا جايين سلميين وهم دا يقتلون أولادنا. يعني معقول الغرب وأمريكا ما دا تلاحظ ما دا تشوف بالمئات دا يرسون باليوم؟ ما معقولة ما دا تشوف، مستحيل. أي دا تشوف ودا تعرف وخاتلين نظام الرسوم وكفيلك الله، بس يعني سوينا شو اسمه على فلان عقوبات، وسوينا فلان على عقوبات، يعني شنو هاي؟ وهم يجرجرون بال رئيس الوزراء، يجرجرون بيه، يجرجرون بالمسألة يجرجرون بيها. ليش؟ يضيعون وقت. ليش؟ هم ليش ما يطلعون أحسن؟ يطلعون يكفي نشرهم إن شاء الله، يشر الميليشيات اللي ذبحت وقتلت. وهسه يا فهد، لما رئيس الوزراء اللي خلصت ولايته وقدم استقالة وباقي له مدة شهر بالحكم، يصدر قرار أو يخرج بقرار يسمح بإجراء تعاقدات تجارية خارج إطار الميزانية، يفتح باب قبل لا يخلص الحكم، يفتح باب للسرقة. يعني يبدو أنهم لغاية آخر لحظة من بقائهم يسعون إلى امتصاص ما يمكن امتصاصه من ثروات هذا البلد. نعم، وأخير شيء أنا يعني بالتايتل، أخير شيء هم إيش قايلين؟ قايلين إنه الخزينة العراقية فلست. نعم. من فلسها غيركم أنتوا؟ من فلسها غيركم أنتوا؟ هم دايرافسون أخي. نعم. هم دايرافسون، هي هاي الرسالة الأخيرة إن شاء الله إلهم. يا الله، وإحنا ذا ندعي، وإحنا إن شاء الله دائما بساحة التحرير ويا أخواننا ويا أولادنا، زين ندعمهم. نعم. إن شاء الله إحنا المنصورين. شكرا يا أم فهد، كنت معنا من بغداد، أشكرك للمشاركة. أبو مالك من أمريكا، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي كادر القناة. حياكم أستاذ محمد. بالنسبة للشروط اللي وضعتها الشباب المنتفضين. نعم. واللجنة المنظمة لثورة تشرين 10 نقاط. وأني أطلب من عندهم أن يضعوا نقطة اللي هي 11 ببناء جدار ما بيننا وبين إيران. نعم. على الشريط الحدودي من زاخو إلى البصرة. بارتفاع 30 متر وعرض 5 أمتار. شلون جدار أمريكا ويا المكسيك؟ أيوة، وأضخم بعد من المكسيك، لأن هي جارة خبيثة وجارة شريرة إحنا ما تفيدنا. نعم. هذا أولا. وثانيا بشر هاي الذيول اللي دا تشتغل الإيران، هي إيران هسه صحيح وضعت قتهم بيه لغرض أن يصدرون ثورتهم لدول أخرى، لكن صدقني باشر عقبة بد إيران تفلت وتنتصر هاي الثورة، هذولا كلهم إيران صفيهم، لأن عندهم شعار اللي يخون بلده ويبيع أرضه وعرضه، هذا ما يتمنون به، فيرجعون يطفوهم صدقني. نعم. وأنا أشكرك أستاذ. شكرا يا أبو مالك، كنت معنا من أمريكا، شكرا لك. أبو أحمد من بغداد، تفضل يا أبو أحمد.
ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد، تفضل. لشهداء العراق الأبطال، نعم، شهداء التحرير والشهداء اللي سقطوا من 2003 ولحد الآن، نعم، شهداء العراق، والله إن شاء الله تقبلهم شهداء في جنات النعيم إن شاء الله، جاه رسول الله محمد إن شاء الله. وأرجو كل من يسمعني أن يقرأ سورة الفاتحة على الشهداء. نعم أستاذ محمد، تفضل. شعب العراقي شعب مسكين ومظلوم، نعم، لأن أمريكا نعمت الله على أمريكا، هي اللي جابت هذول الجوالي، أمريكا جابتهم، نعم، وأمريكا دربتهم، أمريكا قادتهم، حتى أمريكا تسوي نفسها يعني على سبيل أمريكا وياهم، والله يا عمي أمريكا وياهم، أمريكا هي اللي جابتهم، أمريكا هي اللي دربتهم، أمريكا هي اللي جابتهم، وما ذولا من جابهم؟ من اللي من يقدر واحد كان يطب خطة واحدة بالعراق؟ لا كل كذب. هسه يطلع لي يقول لي أمريكا، أمريكا عدو، أمريكا لا أنت العدو، أنت وإسرائيل وأمريكا متآمرين على العرب والعرب. نعم. وبعدين أمريكا ما تدري بالثروة العراقية اللي إيران تروح، هذا الحصار قدام، أكو حصار على دولة إيران قدام العالم، بس إيران الثروة العراق كلها لإيران. نعم. النفط لهم، اقتصاد لهم، يعني هسه أي اقتصاد من دول العربية ما يقول إلا لإيران، زين؟ نعم. وبعدين أمريكا ما تدري ولا تدري، بس مسوي عليهم حصار قدام العالم على أساس إحنا إيران عدو، إيران هي صديقة لأمريكا عمي، وإيران خدم جوا أمريكا في إسرائيل. هاي أحسنت على التحليل يا أبو أحمد، أحسنت على التحليل، أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد، تحليل سليم جدا ومنطقي، ودلائل كثيرة طبعا تشير إلى ما تفضل به سيد أبو أحمد من بغداد. لم تكن إيران مع الولايات المتحدة أبدا، لم تكونا عدوتين في العراق مطلقا منذ الاحتلال، وكما تفضل أبو أحمد يقول هل يقدر أحد أصلا يدخل العراق منذ الاحتلال أو وراء مسار الاحتلال لولا موافقة أمريكا؟ هاي الميليشيات كانت لتظهر لولا موافقة أمريكا وانتشارها وحملها للسلاح. طيب ميثم من لندن، تفضل. الله يسعدك محمد، تفضل يا ميثم. الله يسعدك اخويا، حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل. شلون الصحة؟ الله يسلمك. سلامي وتعازي الى جميع شهداء هذه الثورة المجيدة. نعم. اللي بيصير هسه بكربلاء، هسه قبل شوية طلع خبر عاجل. نعم. قولي لحسين وين قتلوا؟ مو قتلوا بكربلاء؟ يعني غلطان أبو سيد ميثم، هذا مو موضوعنا، طب لي على الموضوع. لا لا بس بدي أسألك سؤال حتى أجابك على اللي يصير. طيب أنا ما أجاوب، أنت جاوب وتكمل الموضوع، تفضل. هذا جزائر اللي ينقتلوا هذا مو مهم، شيعة وشيعة أمير المؤمنين وذول السادة تبرونا بالقرايات مالتهم الجسمة بلما أيام عاشوراء، لا هذول مو مسلمين، يعني هذول مو يصيبهم مثل ما يصيبهم لحسين بعاشورة، اللي حرقوا خيامهم وقتلوا نساءهم وسبوا نسوانهم وسبوا أطفالهم وقتلوا رجالهم. أكو فرق بين ذيك الثورة وأكو فرق بين هاي الثورة. هاي الثورة هسه مال تشرين شايلين إعلام، كان سمعت الحسين عليه الصلاة والسلام، الحسين بنفسه كان شايل سيف، احنا كل شيء شايلين هنا بهاي الثورة، شايلين اعلام، يعني معناته انه ثورتنا سلمية. نعم. بس النص القادم ان شاء الله. شكرا لك يا ميثم، اشكرك، اعتذر منك، الوقت انتهى في نصف دقيقة. سيد حسن من ذي قار، تفضل يا حسن. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حسن عندك نص دقيقة، تفضل. الله يسلمك، حياك الله. احنا اخواننا بالموسي وبدنبار وبدياله. نعم. يعني احنا اللي يحتاجونا هم احنا لا استاذ محمد. شلون عفوا، ما فهمت صوتك، ده يتقطع. اللي يحتاجونا هم ويداه. نعم نعم.
وهسه احنا يعني نحتاجينهم. نعم. صح لو لا؟ اكيد. الو. سيد حسن، نعم وضحت الفكره. انا اشكرك، اعتذر منك الوقت انتهى. سيد حسن من ذي قار يناشد، من حقه طبعا، حق شرعي وطبيعي ان يناشد العراقي ويستنجد باخاه في او باخيه في اي محافظه عراقيه ثانيه، لكن نقول كلمه واحده: من الاسباب التي دفعت المحافظات الغربيه، اهالي المحافظات الغربيه الى التريث في التحرك ومساندة المتظاهرين، هو خوفهم من أن يستغل هذا الموضوع حكوميا ميليشياويا وتأجيج فكرة التطرف وداعش، إعادة نشر هذا المفهوم حتى يسببون بلبلة ويسببون فوضى في العراق ويستغلوها أنه دير بالكم ترى الدواعش جايين من جديد، ويفتحون هذه الملفات التي دائما لعبوا عليها، دائما طائفيا استغلوها ماديا، جيشوا من خلالها ودمروا البلد. بالإضافة إلى ذلك، دائما يقول لنا الشباب اللي يتصلون بنا أهالي المحافظات الغربية: زلمنا راحت، يعني كثير من رجال المحافظات الغربية مختفين إخفاء قسري من قبل الميليشيات والقوات الحكومية، وكثير منهم قتل، استشهد، نعتبره إن شاء الله. هذا الموضوع أيضا أثر على ظهور المساندة، كذلك ملف المخيمات وما يحدث من تضييق على المهجرين والنازحين من المحافظات الغربية هو أيضا عامل مؤثر على عدم مساندتهم بالشكل الكافي. لكن مع هذا نرى في المحافظات الغربية وقفات احتجاجية وتضامنية ومظاهرات قدر ما يستطيعون دعما ومساندة للثوار المنتشرين في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.